أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. يهيمن ضعف الدولار الأمريكي على سوق الفوركس مرة أخرى، بينما يبدو أن اليورو والين الياباني هما الرابحان الرئيسيان. يبدو أن زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي يقوم باختراق صعودي بعد مستوى المقاومة السابق عند مستوى 1.1863. انخفض زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بقوة يوم أمس، ويبدو أنه قد يستمر في الوصول إلى منطقة 105.28 اليوم. يهدد زوج جنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي باختراق صعودي فوق مستوى المقاومة القوي عند مستوى 1.3134. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.